مشاهدي ومتابعي قناة سير، سلام الله عليكم ومرحبا بكم وعواشر مبروكة وتقبل الله الصلاة والصيام. إذا متابعينا الكرام، اليوم جبنا لكم عرض في إقليم الحاجب، ثلاثة القطارات كما كتشاهدوا جات زربية، تربة الماء، المنطقة ديال الماء يعني منطقة الفيرمات. مشاهدي ومتابعي قناة التيسير، كما كتشاهدوا الأرض جات زربية بعيدة على الكودرون تقريبا 300 متر، يعني قريبة للطريق المعبدة، محفظة في إقليم الحاجب. ثمن ديال القطار 30 مليون سنتيم للهكتار الواحد، ثمن مناسب مقارنة مع الجودة ديال التربة والمنطقة ديال الماء، والموقع ديالها يعني قريبة للكودرون تقريبا 300 متر فقط. إذا مشاهدي ومتابعي قناة تيسير، هذا عرض متميز للناس اللي كتقلب على مساحة كتكون متوسطة، يعني ثلاثة القطارات. فاللي بغى مزيد من المعلومات وبغى الزيارة يتواصل معنا على الرقم 0670 96 48 84. أعيد 0670 96 48 84. أعيد كمعلومات، الأرض فلاحية محفظة، مساحة ديالها ثلاثة القطارات، زربية كما كتشاهدوا، تربة الفلاحة، المنطقة الماء يعني المياه الجوفية في إقليم الحاجب، تبعد على الطريق القودروني تقريبا واحد 300 متر، يعني ما بعيدة شيء. إذا الثمن ديالها 30 مليون للهكتار الواحد، ثمن مناسب جدا. اللي بغاها يتواصل معنا وألف مرحبا به. شكرا على المشاهدة والمتابعة، دمتم في رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.